أهلا بحضراتكم في حلقة هذا المساء من برنامج والله أعلم. سنتحدث عن نعمة بتأكيد هي نعمة هامة في حياتنا، إن استثمرناها أحسن استثمار سيأتي علينا بكل النفع والخير، وإن أهدرنا هذه النعمة فبالتأكيد فهناك مضار كثيرة نتيجة إهمال هذه النعمة. ولعل هذا الأمر هو أول ما سنسأل عليه يوم القيامة، أو من بين الأمور التي سنسأل عليها في الحساب، ألا وهي الوقت والعمر فيما أفنيناه. سنتحدث اليوم عن الوقت، كيف ينظر الإسلام ويثمن الوقت، وكذلك عقوبة، أو لا أقول عقوبة، ولكن كيف سيندم من يضيع الوقت بشخصه وعلى المجتمع. نتحدث في هذه المسألة الهامة مع فضيلة الإمام العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. السلام عليكم مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. أهلا وسهلا مولانا. أولا، يعني ما هي منزلة الوقت في الإسلام، وكيف ثمن الإسلام سواء في القرآن أو في السنة النبوية المشرفة، كيف ثمن مسألة الوقت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. لو نظرنا نظرة متأنية في القرآن الكريم لوجدنا عجبا، حيث إن الله سبحانه وتعالى يثمن الوقت بأن يقسم به. المقسوم به عظيم، نقسم بالله تالله والله، تعظيما لشأن الله سبحانه وتعالى. حتى إن بعض المسلمين يحلفون بالنبي، مثل مذهب الإمام أحمد في أحد قوليه، لما الواحد يقول والنبي، ليه؟ تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمقسوم به يكون معظما باتفاق. فنجد ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يقول والضحى، يقسم بالوقت. يقول والعصر، يقسم بالوقت. يقول والفجر وليال عشر، يقسم بالوقت وبالزمن. إذن هو يعظم هذا الوقت، ويعظمه لمن؟ هل هو يعظمه لنفسه سبحانه؟ لا، إنه يعظمه لنا. يعني إحنا اللي يجب علينا نختشي ونعظم الوقت. تعظيم الوقت والاهتمام به أيضا وارد في السنة المشرفة قولا وعملا، ثم وارد أيضا في تاريخ المسلمين في تطبيقات الصحابة الكرام، وهم قد تشربوا من سيدنا صلى الله عليه وسلم الجدية. أول عنصر من عناصر الجدية الحفاظ على الوقت. كان في عالم بتاع تنمية ونمو وكذا إلى آخره، يقول لك إيه الفرق بين التنمية والنمو؟ يقول لك التنمية في خطة، عايز ننمي البلد بخطة، النمو هي بتنمو لوحدها. العالم ده كان اسمه كانون، كان أمريكي، قال إيه الفرق بين الدول المتقدمة والدول اللي مش متقدمة؟ يطرى الدخل، شايفين دول كثيرة مش متقدمة وفي نفس الوقت معها فلوس كتير، من أغنى أغنياء العالم، علشان في موارد طبيعية، عشان كذا. طب وما الإيه؟ فضل يبحث لغاية ما قال نمط الحياة، نمط الحياة. فسألناه يا عم كانوا نمط الحياة ده يعني إيه؟ قال يعني الجدية، فالجدية هي المقياس بين التقدم والتخلف. نظر معلش، الجدية دي يعني إيه؟ الحفاظ على الوقت. كانون اللي بيقول. ولما نرجع لسيدنا صلى الله عليه وسلم ومنجد شيء عجيب في الحديث القدسي، يقول الله، النبي بيقول كده، يقول الله، يعني حديث قدسي، الناس تسب الظهر وأنا الظهر. يعني بيعظم الوقت. بتسبوا الوقت ليه؟ ها؟ نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوان. هو الزمن ده إيه؟ الزمن الذي هو عرض غير قار، اللي هو الثواني، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. يعني إلحق، ده بتاع ربنا. أنا الظهر، بيدي تقلب الليل والنهار، أنا اللي بقلب الليل والنهار. فما تسيبوش الظهر، وما تسيبوش الزمان، وما تعيبوش الزمان، عيبوا أنفسكم، شوفوا انتوا بتعملوا ايه وغيروا. احنا اللي بنصنع ما في الزمان.
طبعا، لأن الأفعال هي الواقعة في صحيح. هذا العرض غير القار طبعا. ولكن طبيعة العرض غير القار أنه يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، واعلم أنني لو فتك لا أعود إليك إلى يوم القيامة. اليوم بيخطب ابن آدم وبيقول له خلي بالك أنا بتسرسب من إيديك ومنتش هترجعني تاني. ده اللي هو العمر، عمر اللي هو بالظبط، اللي هو الزمن صحيح. اللي هو هذا العرض غير القار، اللي غير قار يعني ايه؟ يعني بيجري، الدنيا بتجري، يقول لك الله مال كده الوقت جري بينا. واذا عظم الله في كتابه الزمن، عظم الله في احاديثه الزمن، عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه فقال لا تزول قدم عبد يوم القيامه. الرواية الثانية لا تزول قدم عبد يوم القيامة. ايه الفرق بينهم؟ دي لغة يسموها عندنا في الصناعة بتاعت النحو اكلوني البراغيث. طب يا اخي قول لا تزول قدم لغة، لكن هي كده اكلوني البراغيث، يعني الضمير اتذكر والفاعل اتذكر تاني مرتين، لا تزول خلاص كفاية كده. لكن قال قدم، الله هو فين الفاعل؟ الالف ولا قدمه؟ ما عليهش التاني، ما خلاهاش كده، لا تزول قدم عبد قدم عبد يوم القيامه وخلاص. حتى يسال عن اربع، وفي روايه حتى يسال عن خمس. نعم. دي روايه ودي روايه، ما يجراش حاجه. نعم. عن عمره فيما افناه. نعم. اول حاجه صحيح. العمر صحيح. العمر اللي فيما افناه ده هو الحقيقه اللي يعني هو الشيء أول ما سيسأل عنه، أول شيء سيسأل عنه الإنسان عن عمره فيما أفناه. يبقى إحنا أمام الزمن، أمام الزمن الذي يتسرسب من من الإنسان، من الإنسان دون أن يدري الإنسان. ولعل في هذا الأمر فضيلة الإمام ربما يكون شيء مهم، الكل يضيع الوقت وكأن الوقت ليس له قيمة في حياتنا، وتمر الأيام وتمر السنوات ويقول هذا قدر الله، ماذا كان بيدي أن أفعل في هذه السنوات؟ الله سبحانه وتعالى قدر لي هذا ومر بي العمر هكذا. ما هو قال له عن شبابه فيما أبلاه. نعم نعم. وعن شبابه فيما أبلاه. نعم. شبابك وديته فين يا أستاذ؟ وليه ما عملتش كده وليه ما عملتش كده؟ يبقى إذن إحنا أمام بلوى كبيرة، وهي إن الإنسان مسؤول عن عمله والإنسان أكيد. مسؤول عن زمنه صحيح. فالزمن مسؤول عنه وهو أحد أنواع الجدية. إيه الجدية بقى؟ قال لك الحفاظ على الزمن، على الوقت، والعمل في روح الفريق، والإتقان في العمل. أحب الأعمال لله أتقنها، يعني إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. والديمومة أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. لا. وهكذا. لا. يبقى إذن في عناصر للجدية. لا. من ضمنها العمل في روح الفريق، لين وفي أيدي إخوانكم، لقيناها كلها الجدية بتاع كانون الخمسة ستة. لا. لقيناهم كلهم في أوامر سيدنا صلى الله عليه وسلم. والسلام. الحفاظ على الوقت، الحفاظ على الجماعة والتيم. نعم. التيم وورك. نعم. والحفاظ على. نعم. الديمومة والحفاظ على الـ 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 الإتقان والجدية. نعم. في العمل. طيب أيضا في هذه الجزئية بعض الناس ربما يقولون حينما يخططوا الأمر من الأمور وخطط قريبة وخطط بعيدة أن هذا الأمر ربما أستخدم مصطلح عام شوية بيقاطع، لما حد بيقول انا ان شاء الله السنه الجايه هعمل كذا او اللي بعدها واحط خطه مستقبليه يقول له هتقاطع، هو في النهايه بيود ان يخطط وان يحسن استغلال الوقت والزمن، هل مبدا انه بيقاطع باللغه العاميه ده صحيح؟ لا، ده هو خالط ما بين التواكل والتوكل. جه راجل قال له يا رسول الله انا معايا ابل بره كده، اعقلها واتوكل على الله ولا اطلقها واتوكل على الله؟ يعني اتخذ الاسباب ولا لا؟ قال له عقلها وتوكل. نعم. عقلها نعم. وتوكل على الله. وتوكل على الله. ما هي ده بتتوكل وده بتتوكل. ولذلك لما جه سيدنا عمر يدخل الشام قالوا له عمواس مليانة طاعون ولو دخلت هيحصل عدوى. وصحابة رسول الله وفق محتاجينهم. نعم. فقال طب يلا نركب.
فابو عبيده الجراح قال له اتفر من قضاء الله؟ قال او غيرك يا ابا عبيده، يعني كان واحد غيرك اللي قالها، نفر من قضاء الله الى قضاء الله. نعم. النبي عليه السلام لما طلع في احد خالف بين درعين، وهو المعصوم الذي لن يناله احد، وهو يعلم هذا والله يعصمك من الناس. ليه؟ قال ان الله يرزقكم كما ترزق الطير، تغدو خماصا وتعود او تروح بطانا. نعم. نعم. يبقى العصفوره بتروح وتيجي، ما قعدتش في الوكر بتاعتها وقال لها، قالت لروحها ما ربنا يرزقنا، ما انا ضعيفه مش قادره اطير، بالرغم انها طالعه مش عارفه. نعم. رايحه فين؟ ما هيش رايحه. نعم. شغل زي عيني الناس اللي هم على باب الله كده اهو، اللي بيطلع بالاجنه بتاعته وبتاع ويقعد يستنى اي رزق يجي يقول له تعالى اشتغل. نعم. فاذا احنا لابد فينا من اتخاذ الاسباب. فالترك الاسباب جهل. نعم. وليس من سنن. نعم. الانبياء. نعم. فلابد ان ناخذ الاسباب. من الاسباب الخطط، فكان النبي صلى الله عليه واله وسلم ياخذ مؤونه عام لاهله، من الخطط كده يجيب اكل سنه للبيت بتاعه. يخزن السنة. نعم. خلاص. صحيح، كان جوادا. نعم. وكالريح المرسلة، فكان أي واحد يجي يديله من الخزين ده حتى ينفد بعد ما فيش أسبوعين ثلاثة، ولكن هو يأخذ بالأسباب ويخطط للمستقبل وعمل. نعم. الخطة. بارك الله فيك. ولم يخرج في غزوة. نعم. ولا سرية ولا حرب ولا. نعم. سفر ولا حضر ولا أي حاجة إلا بخطة. نعم. نعم. فضلت الإمام أيضا نلاحظ في كتاب الله عز وجل هناك مسميات كثيرة للوقت، منها الدهر ومنها الحين ومنها الأمد ومنها مسميات أخرى كثيرة. لماذا تنوعت مسميات الوقت في القرآن؟ أسماء الوقت في القرآن تنوعت زي ما تقول حضرتك كده. كانت العرب عندها حاجة يجب الناس تعرفها، أنها كانت إذا أحبت شيئا أو خافته أكثرت من أسمائه. ولذلك تلاقي الخمرة لها عندهم 90 اسم. كانوا يحبوها قوي، يعزوها. 90 اسم ليه بيحبوها؟ البحر أو الأسد 700 اسم. للأسد ليه؟ أصله ده مفترس. جبار. البحر 30 اسم كانوا يخافوا البحر، واخد بالك؟ فاليم والبحر والكافور والمظلم، ايه ده؟ في ايه؟ اصله ده البحر ده هو بالذات يعني زي ايه؟ بيخافوه. الصحراء، الفيافي، البيداء، الصحراء، اللي سبحان الله. المعلومة الثانية اللي يفيدها لنا سيدنا الشيخ المرتضى الزبيدي في له كتاب اسمه المألوف فيما له اسمان في لغة العربي إلى ألوف، ومن ضمنها الزمن. فالزمن كانت العرب بتخافوا تقلب الأيام، هيروح شبابي وهتبقى شيخوختي، فخايفين يا عيني، خايفين من الزمن، فأكثروا من أسمائه. نعم. بيكسروا من أسمائه بالشكل ده خوفا من هذا. يقول السهيلي في الروض الأنف: والعرب إذا أحبت شيئا أو خافته أكثرت من أسمائه. نعم. ومن هنا بقى. نعم. هيجي لك حتة في الذكر وفي الحاجات دي برضو لطيفة، إن أنهم قد أكثروا من أسماء الله حبا في الله، فأكثروا في الله من أسماء الله. نعم. واخد بالك؟ نعم. وأكثروا من أسماء سيدنا صلى الله عليه وسلم الصلاة وصفاته. نعم. فهو الحاشر، وهو العاقب، وهو أحمد، وهو محمد، وهو طه، وهو ياسين، وهو محمود، وهو حمد، وهو حامد، وهو ابن دحية، جاب له 200 اسم
لسيدنا الرسول، فدي قاعدة في العربية أو يعني خصيصة أو حاجة تميزت بها لغة العرب تحفظها. فبالتالي واكب أن العرب كانت إذا أحبت شيئا أو خافت أكثرت من أسماء. نعم، وبالتالي تجاوب الإسلام مع هذا المنطق العربي الأصيل وعدد أسماء الزمن. أنا عايز أقول بقى ده الكلام ده اللي احنا ناقلينه من الكتب السهيلي وبتاعه مش عارف ايه وكده، أنا عايز أقول بقى حاجة من عندنا. فضل مولانا. ايه اللي يجمع بين الخوف والحب؟ الاحترام. واخد بالك؟ يعني في حاجة بتجمع بينهم. فممكن جدا ان احنا بدل ما نقول اكثرت من اساء اذا خافت شيئا او احبت او احبت شيئا او خافت، نقول ايه؟ اذا احترمت شيئا. اذا احترمت شيئا. نعم. يبقى بالشكل ده العرب بتحترم الوقت. نعم. نعم. واخد بالك؟ نعم. على عكس ما نحن فيه من بلوى تفريط في الوقت. نعم. سنتحدث إن شاء الله عن بلوى التفريط في الوقت كما ذكرت مولانا في هذه الأيام التي نعيش فيها، ما أحوجنا إلى الوقت، نتحدث حول هذا الأمر نقلا على حال مجتمعنا وكذلك عقوبة من يستهين ويهدر الوقت بعد الفصل إن شاء الله. تفضلوا البقاء معنا. هي تنظيم الوقت. احنا عندنا وقتنا مش منظم، انا عندي وقتي لا منظم، ان انا عارف بصحى امتى، قراءتي تبقى لها ميعاد محدد، اذا كنت بمارس رياضه لها وقت محدد. الوقت في القاهره بالذات في محافظه القاهره في الصعوبه والمواصلات دي صراحه الوقت مقتول ضايع. اكتر حاجه بتضيع الوقت المسلسلات اللي الواحد بيقعد يتفرج عليها والافلام. لو في مثلا حاجه مثلا زي جولان اضيع وقت، مثلا مسلسل ماتش كوره اقعد شويه بس بفضل ربنا في المسجد. اكتر حاجه بتضيع وقت المسلسلات الافلام التلفزيون عموما. الوقت اللي انا فاضي فيه بقرا فيه قران او يعني استريح فيه اي حاجه يعني تهمني اعملها. اول حاجه ان انا اقضي مصالح الناس اللي معايا، مثلا في المحلات الفلانيه، في مطعم مثلا، في الشرطه مثلا، في شركه، ان انا اقضي مصالح الناس عشان ربنا قال لي يعني الوقت ده استخدمه لحاجه كويسه. اهلا بحضراتكم. فضيله الامام، واضح من كلام الساده اللي احنا التقينا بيهم في الشارع بيتحدثوا في مساله تقسيم الوقت وان في اشياء بتضيع الوقت كالمواصلات والمسلسلات وما الى اخر هذا الامر. هل في اي موضع من مواضع السنه او القران او الشريعه بصفه عامه تعاملت مع مساله تقسيم الوقت؟ كيف نقسم الاوقات التي نعيشها؟ في حديث حنظلة أنه كان قد التقى بأبي بكر فقال له نافق حنظلة، فقال وما ذاك؟ نافق حنظلة دي كلمة كبيرة، منافقين. نعم. فقال أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتراني حتى أنظر إلى العرش، يعني من حلاوة الجمال والروحانية جدا، ثم أخرج فتلهيني أسواقي وأهلي وعملي قال والله وأنا كذلك. الله، هو ده نفاق؟ طب إذا كان نفاق يبقى أنا كذلك بشكو نفس الشكوى. فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكى له حنظلة هذه الشكوى، فقال يا حنظلة ساعة وساعة، اللي هو التقسيم اللي حضرت. أيوة. ساعة وساعة. وساعة والله لو دمتم على ما نحن فيه دلوقتي لصفحتكم الملائكة في الطرقات. يعني مش هينفع نتعبد وقاعدين على طول من أول ما نصحى لغاية ما ننام، تهلك الدنيا. لابد من أشياء أخرى بجانب العبادة، لابد إن في عمارة. نعم. من خلال التوحيد لله بنعمر الأرض ونغير في سلوكيات النفس والقلب. فتلاتة: عبادة الله، عمارة الأرض، تزكية النفس. فلما جه قال ساعة وساعة، يبقى ساعة بنجعلها
للعبادة المحضة، للذكر، للقرآن، للدعاء، وللصيام، للحج إلى آخره، وساعة أخرى هي لعمارة الأرض لله، وفي ثواب أيضا لهذا. طيب بعض الناس بتستخدم هذا الحديث الشريف وغيرت في سياقه وبتقول يا سيدي ساعة لقلبك وساعة ربك، ساعة ربك بعبد ربنا، ساعة لقلبك أعمل بقى فيها أي حاجة على مزاجي. يعني كيف يكون هذا الأمر؟ هل يستقيم؟ النبي عليه السلام نبهنا لهذا، لهذه الفكرة، وقال لكل شيء شرة ولكل شرة فترة. يعني في المية بتغلي وبعدين بتخف شوية، فالمنحنى تملي بيطلع كده لكن بينزل، وبعدين بيطلع تاني بس بينزل. فمن كانت شرته لله وفترته لله فهو على خير. يبقى إذن ما فيش مانع بجعل ساعة لدنياي وساعة لآخرتي، ولكن ده لله وده لله. ما يكونش اللي الدنياي فيها انحراف، فيها انحراف. ده أنا وأنا مع الله أديني في معية الله سبحانه وتعالى. لا. وفي جمال منته، وأنا في الدنيا برضو أنا بعافص الدنيا، يعني بتعامل مع الدنيا من خلال الله برضو. من نفس المنظور، من نفس المنظور. نعم. يبقى إذن أيوة في فوق وفي تحت. نعم. في شرة وفي فترة، لكن الشرة والفترة كلها تبقى تحت سقف. نعم. الله. نعم. فده الإرشاد النبوي. الإرشاد. نعم. النبوي اللي. نعم. قد نغفل عنه. نعم. لكن لما فذكر فإن الذكرى. نعم. تنفع المؤمنين. في هذا الإطار مولانا، ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ؟ وأنا صحيح أقدر أصلي لي ركعتين أربعة ستة من غير إيه إجهاد، لما بتروح الصحة أقول يا ليت الذي كان ما كان. أنا وأنا معايا الصحة ما صليتش، ودي دلوقتي وأنا عايز أصلي مفيش صحة، مفيش صحة، واخد بالك. يسر الفتى طول السلامة والبقى، يعني الواحد الفتى كده هو بيغره طول السلامة والبقاء في هذه الحياة الدنيا. فكيف ترى طول السلامة يفعله؟ لما تقول ما نحن ما إن شاء الله بكرة هعمل بعدها، واللي بيحصل إيه؟ يرد الفتى، يرد الفتى بعد اعتدال وصحة، بعد ما كان في اعتدال وفي صحة، تروح الصحة. ينوء إذا رام القيام ويحمله. مش قادر لما اجي اقوم. مش قادر. لما اجي اقول لهم طب شيلوني، واخد بالك. انا سيدنا الشيخ احمد حمادة كان عنده فوق 90 حاجة، 98 ولا حاجة، فكان يصلي وهو واقف الفرض، لكن وهو يقول لك شيلوني احملوني ويحملوا، دي انا شفتها بعيني مع، فنحمله يصلي الفرض، يخلص الفرض ما يقدرش يقوم. سبحان الله، كرامة من عند الله كده. نعم. فأثناء الفرض. نعم. يقف عنده طاقة. نعم. خلصت البطارية بعد كده مفيش. مفيش. فيشيلوني علشان يحطوه بقى في على الكنبة ولا على. نعم. الكرسي ولا كذا. نعم. يعني إذن إحنا لازم نستغل الصحة، ولازم نستغل الوقت قبل ضياع الصحة. نعم. وقبل ضياع. نعم. الوقت قبل. نعم. فوات الصحة. نعم. وقبل فوات الوقت. نعم. هذا. أي. معنى الحديث. نعم. أيضا ما عقوبة من يضيع الوقت عامدا متعمدا وهو يعلم أن هناك عبادة لا يؤديها، أن هناك عمل والعمل عبادة ولا يؤديه، وهناك أشياء تنفع وتنفع مجتمعه، وعلى العكس يضيع ويهدر الوقت؟ هيضيع الدنيا والدين، هيضيع الدنيا والدين. نعم. واللي حصل مع المسلمين كان غير هذا. انظر بقى إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص وهو عايز يصوم كل الأيام عشان ما يضيعش وقت، فقال له لا صوم 3 أيام في الشهر، طب صوم لغاية ما وصل إلى، قال له طب صوم يوم وافطر يوم، في جدال كده مع. نعم. النبي. قال له يا رسول الله بيا قوة؟ قال له لا، وقف عند هنا، لعل الله أن يمد في عمرك. نعم. فلا تستطيع، فلا تكن مثل عبد فلان كان يقوم الليل ثم ترك،
فظل عبد الله بن عمرو بن العاص يصوم يوم ويفطر يوم لغاية ما كبر وتعب وقال يا ليتني سمعت نصيحة رسول الله. طب دي نافلة ما تسيبها خلاص ما يقدرش نفسيا ما يقدرش، وفضل بهذه الصفة وكان في اليوم الحر الشديد الحر. يبقى إذن هذه العبادات وهذا الكلام اللي بنقوله الحفاظ على الوقت بيعمل عند الإنسان ملكة. يقول لك ده انت مظبوط يا جدع، نظبط الساعة عليك. لكن دي كانت السبهلالة، ده اللي ماشي ما هو من غير بتاعه. نيجي بقى أبو الوفا بن عقيل. أبو الوفا بن عقيل ده لازم نقوله وإحنا بنتكلم في الوقت. أبو الوفا بن عقيل ألف كتاب ماتع في 800 مجلد. عارف 800 مجلد يعني إيه؟ يعني لو طبع بالطباعة بتاعت النهاردة يملى الاستوديو ده كله اللي حوالينا اللي انت شايفه ده كله، ده مكتبة. ده واحد بس، أكبر كتاب في التاريخ الفنون لابن عقيل، لأبو الوفا بن عقيل. ألفه إزاي بقى؟ كان يحافظ على الوقت. إزاي كان بيحافظ على الوقت؟ أبو الوفا بن عقيل لاحظوا عليه إنه هو ما بيأكلش العيش، يسف الرز، يشوحوا له شوية رز كده وبعدين يسفوه. فقالوا له هو العيش فيه حاجة مكروه حرام غلط؟ قال لا، بس أكلة الرز بتاخد مني 3 دقايق، أكلة العيش بتاخد مني 5 دقايق وأنا مش فاضي. نعم للدرجة. طبعا ده مثال عالي، بس كمان ما هو ما فيش حد عمل 800 مجلد. وكان يكتب، فإذا تعب يستريح فيفكر، وكان إذا دخل ما تأخذنيش دورة المياه لقضاء حاجتي، جاب 2 من تلامذته من العبيد اللي عنده كده شغالين خدم وقف نفس الوقت علماء، يمسكوا الكتاب يقروا له بصوت عالي علشان ما يضاعش وقت. أبو الوفا بن عقيل ألف 800 مجلد وضرب الرقم القياسي في التأليف، مفيش كتاب اسمه 800 مجلد. في كانت ملفات الأمم المتحدة للاتفاقيات العالمية كانت 2000 ملف، بس دي ملفات يعني فيها مستندات وكده، لكن 800 مجلد ما حصلش. طبع منه جزئين في بيروت في سنة 64 وما هوش موجود بقيته، لأنه ده مين اللي هيكتب 800 صحيح مجلد؟ صحيح. نروح لأبو الفرج بن الجوزي، ميت 595 هجري. كان له كتاب صغير كده اسمه لفتة الكبد في نصيحة الولد، بينصح ابنه وبيقول له يا بني إن أكثر الناس لا يعلمون حقيقة الدنيا وأنها إلى زوال. حقيقة الدنيا إنها إلى زوال وإنه القبر كل يوم بيقرب علي. فترى أحدهم يأتيني فيتكلم في الأسواق وفي الحكام، زي النهاردة بالظبط، زي اللي احنا بنعمله النهاردة. ايه رأيك في الغلاء؟ ايه رأيك في انقطاع الكهرباء؟ ايه رأيك في الحاكم ده ولا ده؟ فأشتغل بتقطيع الأوراق وبتحضير المصادر والمراجع وببري الأقلام، وكان بيكتب بالقلم البسط بتاع زمان وهو كده، لغاية ما يحل عني الغتيد ده الغلس ده اللي قاعد يعطلني. ادي ابو الفرج ابن الجوزي مألف كام؟ 500 كتاب، 500 عنوان. السيوطي كان ايضا بهذا، جه لسن الـ40 وعمل كتاب اسمه التنفيس في الاعتذار عن التدريس، لانه كان بيحافظ على وقته قوي، وكان مألف لغايه كده 400 كتاب. لما ماتوا عنده كذا و60 سنة لقوهم 700 كتاب. يا الله. بعد ما اعتذر نعم عن التدريس. ألف كمان 300 كتاب على. أدي الناس اللي عمرت الدنيا. أدي الناس اللي بنت الحضارة. فإذا الحفاظ على الوقت هو أساس كل خير، أساس كل رزق حلال، أساس كل بناء ومشاركة، أساس كل بناء للحضارة، أساس لتطبيق الدين والدنيا. نعم أكيد يا مولانا. طيب هل هناك علاقة ما بين العبادات والأعمال الصالحة والوقت؟ بمعنى هل هناك أوقات محببة إلى المولى عز وجل تضاعف فيها حسنات الأعمال الصالحة؟ الأربعة اللي احنا حافظينهم، الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، كلهم فيهم تفاضل، ففضل الله بعض المكان على بعض. ما انت ما تجيبليش المسجد
زي الأسواق اللي بيترمي فيها أو المذابح اللي بيتذبح فيها الأضحية ولا حاجة زي كده. ففي مكان والأماكن دي المساجد الثلاثة، الكعبة والمسجد النبوي والأقصى، أعلى كتير من غيرها. ففي أماكن مختلفة، في أزمان مختلفة ليلة القدر زي ألف شهر من الحجة. العشرة الأوائل من ذي الحجة. وهكذا. يبقى إذن إحنا أيوة في زمان بيتفضل كذلك. تعال في يوم الجمعة في ساعة لا يوافقها عبد يصلي إلا استجيب له. فكان عمر بن الخطاب يقول يا أخي دي سهلة قوي، اقعد صاحب الحاجة دام عندك حاجة عايزة من الفجر لغاية المغرب، اقعد ادعي. يبقى هتجيبها. والناس كانت بتعمل كده، تقعد من الفجر يوم الجمعة خلاص تنفذ الحاجة على طول، دعوة مستجابة. ثلث الليل الأخير، ينزل ربنا إلى ثلث الليل الأخير فيقول هل من سائل فأعطيه أو فأعطيه، روايتين، واحدة بالضم واحدة بالفتح. هل من مستغفر فأغفر له فأغفر له، الاثنين. هل من الله. يبقى إذن قدامنا الصلاة الوسطى، وقدامنا ليلة القدر، وقدامنا ساعة الإجابة، وقدامنا ثلث الليل الأخير، أهو كل دي أوقات. واخد بالك، فيها تفضيل، وفي حالات يستجاب فيها زي نزول المطر، زي زحف الجيش في الجهاد في سبيل الله، زي كذا، في حاجات زي كده. بارك الله فيكم مولانا. أستأذن حضراتكم هنخرج إلى فاصل أخير في حلقتنا، من بعد هذا الفاصل هنطلق إن شاء الله أسئلة حضراتكم، مشاركتكم على الاسم وهي كثيرة، وكذلك على صفحاتنا على الفيسبوك. ابقوا معنا. أهلا بحضراتكم من جديد، وأنا أتحول لاستقبال اتصالات حضراتكم. البداية مع الأستاذة فاطمة، تفضلي يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا تحياتي وتقديري وتوقيري لإمامنا الشيخ علي جمعة ولحضرتك. أشكرك فندم. أنا بس عايز أسأل حضرته بصفته كان وزير أوقاف فاضل، كان مفتي، إحنا في حلوان هنا عندنا في حاجة اسمها مقدسة يكم باشا. المكان ده كبير جدا جدا، ومن الاربعينيات يعني. وهو كان معمول للايتام، وكان ملجأ للايتام، وبعد كده جم ناس لغوا الملجأ ولغوا الحاجات اللي فيه وعملوا للمعاقين. هي الحقيقه مجرد ستار بس، هو تبع الاوقاف. فانا عندي بنت معاقه وناس زي كتير، الولاد دول بيحتاجوا منا مصاريف جامده، وعشان اوديها مدرسه خاصه مش اقل من 2000 جنيه كل شهر غير احتياجاتها. فطبعا انا لما عرفت المكان ده ورحت اقدم لها، لقيت المكان كبير جدا، متهالك من الاربعينيات، مباني قديمه. كل اللي استفاده منه كام ولد كبير كده على كام بنت صغيره، طبعا خطوره، ومش مش ما فيهوش اي امكانيات، ما فيهوش اي حاجه غير انه شويه رمل على اوضتين قدام. فحضرتك يعني بتلفتي انتباه الاوقاف يعني. انا بس اتمنى على مولانا الشيخ يساعدنا ان الاوقاف تنتبه وتاخد المكان ده تحوله مركز كبير جدا. اولا انا والامهات اللي زيي هنلاقي مكان. حاضر يا فندم. وهيتعمل حاجات كتير جدا فيه، الا المساحه واسعه جدا. تمام. وقدام محكمه حلوان وقدام الجنينه اليابانيه، يعني في احسن حضرتك. مكان. حاضر يا فندم، اشكر حضرتك، وان شاء الله تكون طلب حضرتك وصل باذن الله. استاذ حسن اتفضل يا فندم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام دكتور حسن، اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. تحياتي الى امام الائمه وبدر التتمه دكتورنا الدكتور علي جمعه. اهلا وسهلا يا دكتور. الإعلان الكريم. الله يحفظك دكتور. ولأسرة البرنامج جميعا. والله أنا بحبكم في الله. وإحنا بنحبك برضه يا حسن. ويعني أود أن أتداخل معكم كل مرة، ولكن حيائي يمنعني. يا فندم تشرفنا والله. فرصة لكثير من المسلمين أن يتساءلوا. تفضل يا فندم. لي سؤال وهو شكر النعمة.
هل شكر النعمة هو مجرد أن الواحد يقول اللهم لك الحمد ولك الشكر ويسجد سجدة شكر؟ وهل هي تتغير بتغير النعمة؟ هذه الشكر هذا يتغير بتغير النعمة؟ رجاء التكرم بالتوضيح ولكم كل التحية. بارك الله فيكم دكتور حسن. أستاذ وليد تفضل يا فندم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك كنت عايز أسأل مولانا عن رؤيتين رأيتهم متتابعتين في أسبوعين، رؤية رأيتها بنفسي ورؤية رآها لي صديق وأحسبه عند الله صديقا. نعم. لو في وقت ممكن أحكي سريعا للرؤيتين ولا والله لو حضرتك اديتنا معنى أو فحوى الرؤيتين هيبقى أفضل. سريع. تفضل يا فندم. الرؤية الأولى رأيت بنفسي أنني كنت أجاهد في اليهود ونفذت ذخيرتي، فكنت عند مفترق طرق فرأيت امرأة دلتني على طريق وقالت لي أن هذا الطريق هو أقصر طريق إلى بيتك. وعندما دخلت في هذا الطريق فرأيت كلاب صغيرة فلم أخذ منهم، وبعد ذلك رأيت كلب أتى ينبح علي فأنا أشاور بإصبعي وأقول له الله أكبر الله أكبر، فنظر لي الكلب وقال لي صلي على الحبيب. وبعد فترة رأى لي صديق إننا رأينا أنا وهو النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وعندما رأيته كبرت ثلاثا، فأود أن أعرف المشترك في الرؤيتين التكبير وكذلك الله خيرا. بارك الله فيك أستاذ وليد. حاضر فان تحت أمر حضرتك. أستاذة فاطمة فضلت الإمام بتتحدث عن أحد الأوقاف وهو تغير معناه وتغير وظيفته ولا يستفيد منه الناس. هو طبعا ده من الأوقاف الخيرية مقدسة يا كان باشا، وإحنا عندنا طبعا يا كان ده اسم تركي، ويبدو أنه ده يمكن بتاع عدلي باشا يا كان. أماكن طبعا اتعملت لوجه الله وتعمل فيها. أنا هكلم معالي وزير الأوقاف على لا. هذه الحالة بالذات لا. ونرى ما الذي يمكن أن نصنع إن شاء الله. وهيئة الأوقاف ما شاء الله يعني هي هيئة انتظم حالها وأصبحت لها يد في خدمة المجتمع والتنمية، وده أحد الأنواع المهمة للتنمية. إن إحنا نرعى المعاقين دي حاجة مهمة جدا، وخاصة إن إحنا نجدد ونطور أصولنا. ده من أصولنا، ده معنا أصله كذا فدان وحاجة حلوة جدا متسعة منظمة، بس عايزة بقى بعد من سنة 40 دي 70-80 سنة لازم اهتمام، عايزه صيانه اكيد. لانه انت لو قعدت 80 سنه يعني ما هو هيبقى قايل للسقوط او تعبان. نعم. فانا بوعد الاخت فاطمه على قدر مستطاعي ان انا اكلم معالي وزير الاوقاف في هذا ان شاء الله، ونعرض الامر على رئيس هيئه الاوقاف، وهو رجل جاد ورجل صالح، وإن شاء الله يكون لنا فيها خير ويكون لينا برضو أجر الدلالة على إن شاء خير. الله بإذن الله معلنا. الدكتور حسن، ما فيش حاجة في الشريعة لها لفظ إلا وله عمل، وأضرب لك مثالا بالصلاة على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هي لفظ، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ها لفظ باللسان، كل لفظ باللسان له حقيقة في العمل. ولذلك يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ختمها بالتسليم كده. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ختمها مرة تانية بالتسليم. فالعلماء قالوا الصلاة على النبي اللفظية تقتضي التسليم له صلى الله عليه وسلم، ولا أجد في نفسي منازعة لما حكم به، سلمت أمري لله وسلمت قيادي للنبي عليه السلام. أدي ده حقيقة الصلاة على النبي اللي بنقول صلى الله عليه وسلم. أدام أنت بتصلي على النبي كذلك شكر النعمة،
شكر النعمة ده اللهم لك الحمد، ده بلساني طيب وبالعمل بقى، يبقى لا بد أن أبذل علمي. يقولك يا أخي خرج زكاة علمك. زكاة علمك يعني علمك ما تكتموش، لأن كتم العلم حرام. أداء العلم نوع من أنواع شكر النعمة. من شكر النعمة ربنا أعطاني قوة، يبقى استعملها في الحق واستعملها في العمارة واستعمل مش في التعمير لا في التدمير. ربنا سبحانه وتعالى أعطاني مال، فلا بد أنه الشكر هنا يكون متوائم مع هذه النعمة، وهكذا كل ما كان له لفظ في الشريعة فله عمل مواجه ليه يتسق معه، وتكون هذه هو شكر النعمة بالمال، شكر النعمة بالعلم، شكر النعمة بالصحة وبالجسد، شكر النعمة وهكذا. ولذلك الجماعة المصريين دول يا أخي أنا معجب بيهم قوي، المصريين ليه؟ يقول لك زكاة عن عافيتك. شوف الكلام اللي هو العام جايبينه منين؟ من الدين. إنه زكاة عن عافيتك دي يعني أنت زكاتك عن عافيتك أنت بتبذل مجهود، فالمجهود ده زكاة. زكاة مظبوط، ما هوش مزبوط. الزكاة فقط المال هي المال ده ركن من أركان الدين وكل حاجة، بس فين المقابل العملي بتاعه؟ عافيتك لها عليها زكاة، علمك عليه زكاة، مالك عليه زكاة، صحتك عليها زكاة، سلطانك وجاهك له زكاة، وهكذا. فيجب علينا ان احنا نفهم المفهوم ده، لان الدكتور حسن يعني اسئلته عميقة شوية، فلازم ايه نحطها في مكان. سؤال بهذا المستوى. طيب الاخ وليد شاف رؤية ورؤيت له رؤية فيها النجاة، كان بيجاهد الجماعة الإسرائيليين ولا الصهاينة ولا كذا، وبعدين في جهاده نفدت الذخيرة. ماشي هو الحرب كده كر وفر وكذا إلى آخره، فأرشد إلى طريق النجاة، ولما جاء لقى كلاب صغيرين كده مش خايف منهم، ولكن في كلب بينبح، فلما أن استألفه ألفه الكلب، يعني الخطر اللي هو كان خايف منه زال واستألفه. يعني وقاله ما تصلي على النبي، الكلب قال له صلي على النبي، يعني بيطمنه، يعني انا مش هعتدي عليك، ده انا هرشدك للخير ولو ظننت فيا ان انا مصدر خطر او خوف او رعب او كده، لكن انا مش كده، ده انت في طريق السلام. فدي معناها انه وليد هيواجه بعض الصعوبات والمشقات اللي هي بتمثل الجهاد والجهد وكذا إلى آخره، وأن الله سبحانه وتعالى هيكرمه في نهاية الطريق. طب الصديق اللي يحسبه صديق لا هو جاء بتأكيد هذا الأمر، يعني نعم يحسبه عند الله صديقا، يعني الرجل ده يعني رجل صادق فيما ظاهر لنا وأعتقد وكل حاجة، وشاف أن أنا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله وكذا إلى آخره. الرؤية برضو فيها إيه؟ بشرة وخير، معناها أن الفرج قريب. نعم. معنى الرؤيتين أن الفرج قريب أو قد حدث. نعم. أبشر يا أستاذ وليد. نتحول إلى الأستاذة هويدة، تفضلي فن. ألو أنا أسفة معلش، أنا هسأل في سؤال بعيد عن الحلقة النهاردة. تحت أمرك يا فن. طبعاً سلام عليكم، يعني وأنا متشرفة إن أنا بكلمكم. تحت أمرك. أنا دلوقتي أنا كنت يعني مطلقة من وأنا صغيرة، وكان عندي بنت عندها سنة، وأنا اللي ربيتها وكبرتها، ويعني أنا اللي صرفت عليها لغاية ما كبرت، وأنا دلوقتي من شغلي ومن مجهودي جبت شقة وأنا اللي شاريها بفلوسي وعربية، وأنا عندي هي دي بنتي الوحيدة، وأنا يعني مش متجوزة وهي الوحيدة اللي هتورثني، يعني ربنا يديك العمر. يا ربنا يبارك في حضرتك. فأنا دلوقتي قلقانة، لأني طبعا أنا دي بنت ولوحدها، ولو حد هيدخل معاها وريث، هل انا من حقي ان انا اكتب لها معها لوحدها ولا اعمل ايه؟ عشان انا الان عليها بس. حاضر يا فندم، حاضر، تحت امر حضرتك يا فندم. استاذه ليلى اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام، تحت امرك. استاذه ليلى الصوت بعيد شويه، اتفضلي يا فندم.
طيب نعتذر الاستاذه ليلى فقدنا الاتصال. مولانا الاستاذه هويده، وفي ناس كتير في نفس الموقف. ايوه، يجوز لها ما دام في عين حياتها تتصرف في ملكها كيف شاءت، ومن ضمنها انها تكتب ما شاءت لبنتها، حتى النيه ان كانت النيه لكي تحجب. مفيش نية. احنا بنصحح النيات. احنا بنصحح النيات. واحد نيته سودة وهيعمل عمل خير، فبنقول له لا، بطل النية السودة دي وخليها نية صالحة، لأن بالنية الصالحة هتنفذ اللي انت عايزه، وفي نفس الوقت هتاخد ثواب، وفي نفس الوقت ربنا هيرضى عنك. يبقى ايه اللي يخلي الإنسان ينوي نيات منبعجة؟ هي لا تريد إطلاقا ان هي تحرم حد، ولا ان هي تنتقم من حد، ولا انها تخرج حد ابدا. هي تريد حماية بنتها، وده أمر مشروع مفطور عليه كل أم، فعايزة تكتب الشيء ده لبنتها علشان ما حدش ينزعها، وعلشان تعيش بنت ما تكتب ما دامت حية. يا جماعة، ملك الإنسان ليس تركة. إمتى يكون أملاكي ده قلم ونضارة ومش عارف إيه تركة؟ لما موت. لكن وأنا عايش الحاجات دي بتاعتي، أنا أتصرف فيها كيف أشاء. أمال الحديث اللي بيقول، الحديث اللي بيقول ده كان ليه معنى واضح جدا، وهو إن راجل متجوز اتنين، واحدة عايزة تغيظ التاني، فقالت له اكتب لابني الحديقة وخلي الرسول يشهد علشان أغيظ ضرتي. فالنبي عليه السلام ما بتفوتش عليه الحاجات دي، أدركها. فقال له يعني انت لما كتبت لابن الجديدة دي الحديقة، كتبت لكل ولدك اي حاجة يعني؟ قال له لا. قال له طب اشهد عليه غير. انا ما تستعملونيش، ما تستعملونيش انا، انت دلوقتي واحدة عايزة تغيظ ضرتها، ما تستعملنيش انا بقى. فقال الامام الشافعي وبقوله أشهد عليه غيري فهو جائز. إني لا أشهد على ظلم مردود إلى نية الست اللي كانت عايزة تعمل فورتينة بينها وبين الضرة بتاعتها وبين الأولاد. لكن لو أنه مثلا قال له أيوة أنا كتبت لكل ولادي، ما هو كان السؤال كده، أنت كاتب ده لكل ولادك؟ قال له ايوه، انا كاتب لكل ولاد، كان يبقى صحيح بقى خالص، ولا في ظلم حتى ولا في اي حاجه. لكن هي القضيه مش كده. القضيه مبناها ان ملكي وانا عايش، ملكي اتصرف فيه كيف اشاء. ولذلك هنا الست هويده تكتب ما تشاء، تكتب الشقه، تكتب الشقه والعربيه، تكتب الهدوم بتاعتها، هي حر. لانه دي مش تركه، ده ملكها. امتى يكون تركه؟ لما تموت. بارك الله فيكم. نتحول إلى إجابات حضراتكم على سؤال حلقة اليوم حول الوقت، هل تشعر بالندم عند ضياع الوقت وكيف يمكن استغلال أوقات الفراغ؟ بعض من إجابات حضراتكم، سحر بتقول نعم أندم وبشدة، واستغلال أوقات الفراغ بيعتمد على السن وطبيعة الشخصية. وليد فوزي بيقول من أراد الله به خيرا شغله بالعلم، فالعلم بحر لا يمكن أن نلم بأطرافه. هاجر طلعت بتقول نعم، لأن المسلم لا ينبغي أن يملك وقت فراغ، فمن المفترض أن يكون وقته كله مشغول بالذكر والتسبيح، وهذا ما وصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض من أسئلة حضراتكم على الفيسبوك، رقم أخر 400 عفوا على الاسم اس، رقم أخر 400 بيسأل فضيلة الإمام هل دفع مبالغ مالية للحصول على بعض الوظائف في الأزهر كتدريس حلال أم حرام؟ حرام. حرام. إقامة رقم أخره 24، أرجو الإفادة في إقامة بيت عزاء للميت أو معزة للميت. نعم، إقامة بيت عزاء للميت أو معزة، يعني نعمل إيه يعني؟ يعملوا عزاء فين يعني؟ إقامة بيت عزاء يعني يبنوا في أي مكان، في صوار. لا يعني هو بيسأل على إيه؟ هو ده السؤال بس. لا ده مش حلال أو حرام، الإفادة في إقامة المعزة للميت، يعملوا عزاء ولا ما يعملوش عزاء؟ لا، دار المناسبات، ما احنا بنبني دار يعني المناسبات. هو قصده كده يعني. ما يبني. وطول عمرنا يعني في الارياف بنبقى في دوار العمده. وفي حاجه اسمها المضيفه. البلد كلها
تتفق على مكان علشان يعملوا فيه الأفراح ويعملوا فيه العزاء ويعملوا فيه اللقاءات ويستقبلوا فيه الضيف الجديد اللي جاي. دار مناسبات يعني. صحيح. اللي بنسميها دار مناسبات. نعم. وزمان يقولوها عليها المضيف. المضيف. في رقم آخر 14، هل يجوز الدعاء على اليهود والنصارى؟ يعني ندعي عليهم ليه يعني؟ عايز يدعي كده هو مطلقا كده يعني نقعد ندعي على خلق الله؟ لا، ندعي لهم. كان النبي عليه السلام تملي لما يجي، مش اليهود بقى والنصارى، دول اليهود والنصارى دول أهل كتاب، أهل ديانة، بيوحدوا الله وعندهم كتاب وعندهم كذا إلى آخره، وحتى في كلام يقولك إله واحد، يعني بيؤكدوا الوحدانية، مفيش حاجة اسمها البتاع. طيب، جه النبي عليه السلام دوس، دوس يا جماعة أشركت، ادعي على دوس يا رسول الله، مشركين بيعبدوا الصنم. قال الله مهد دوسا واتني به الهدى وليس الهلاك والفناء. ما يدعي ليه؟ كنا وإحنا صغيرين كده عندنا 20 سنة ندعي على الحكام، اللهم اخرب بيته، اللهم أريه. فمشايخنا قالونا طب وانتوا عارفين الحكام دول بيعملوا إيه لينا، ولا إيه الورطة اللي هم فيها، ولا إيه ليه؟ طب ما تدعي له، ادعوا له بالهداية والسلام. لقينا الكلام موزون. نعم. كلام موزون، الفورة بتاعت الشباب، يلا ندعي على. نعم. طب يا أخي ادعي له يا أخي. فابتدينا ندعي، بس احنا كنا طوع، كنا مطاوع المشايخ، فابتدينا ندعي للحكام. لقينا الحكام الله يكون في عونهم، وانا مالي وانت كنت حاضر معاه في الظن بتاعك. ولذلك يجب علينا ان ندعو للناس، مش ندعو عليهم. بارك الله فيك فضل الامام، شكرا جزيلا، جزاكم الله كل الخير. ومشاهدينا الشكر موصول لحضراتكم، الى اللقاء.